تعليقا على الإساءة لجامع القرويين وللسيدة فاطمة الفهرية رحمها الله، كتب الأستاذ حميد العقرة تحت عنوان القناة الأولى المغربية والسخرية بالمقدسات وأعلام الأمة في جدار حسابي على فيسبوك: وتستمر الحرب على شعائر الدين الإسلامي وثوابته في بلدنا هذه الأيام على قدم وساق. من مقررات الدراسة في التعليم الابتدائي وهلم جرا، ماذا يريد هؤلاء بالشعب المغربي المسلم؟ اليوم خرجت علينا القناة الأولى المغربية ببرنامج فيه مس واضح بجامع القرويين العريق وبالمرأة الصالحة التي بنت سنة 245 هجرية، فاطمة بنت محمد الفهري القرشي المسلم العربية من ذرية عقبة بن نافع الفهري القرشي رحمهما الله. برنامج تصميم الأزياء على هذه القناة عنوانه بفاطمة الفهرية: نساء بلباس فاضح وعري فادح وتبرج قبيح على خلفية فناء جامع القرويين، وكان العرض بفناء الجامع لمن يشاهد. أوقفوا هذه المهازل، أوقفوا هذا العبث بالشعائر. أين وزارة الأوقاف؟ أين كلمة علماء الدولة؟ أين غيرتكم على بيوت الله وعلى أعلام الأمة؟ إلى الله المشتكى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لا بد من وقفة ضد هذا العدوان على الشعائر. قناة إبراهيم أبو جابر رحلة تي في.